رؤيتنا به أنه تكون هناك بعد محتاجين تقريبا 150 بناية حتى نحقق الدوام الأحادي في محافظة ميسان، وأدرجت 46 مدرسة في خطة عام 2022، وإن شاء الله على خطة عام 2023 سيتم إدراج عدد من المدارس، وكذلك 52 مدرسة في القرض الصيني في مشروع القرض الصيني، وكذلك أنه 76 مدرسة في المرحلة الثانية لمشروع القرض الصيني. بهذه الأعداد إن شاء الله خلال السنوات القليلة القادمة نتجاوز هذا العدد، وإن كان هناك عملية طردية في زيادة أعداد التلاميذ والطلاب، وإن شاء الله أنه نأخذ بنظر الاعتبار أولوية الأبنية المدرسية حتى نحقق هذا الهدف اللي هو هدف مهم، سواء كان في الأهداف الألفية والتنمية المستدامة، وكذلك أنه في حاجة أبناء المحافظة وحاجة محافظة ميسان أن نصل إلى الغاية المنشودة، وهي أنه يكون هناك دوام أحادي في كل بناية مدرسة حتى نحقق البيئة المناسبة والملائمة للعملية التربوية في محافظة ميسان.